هننتقل من الجزئية الخاصة بالعمليات التعليمية لجزء أعتقد مهم في الفترة الأخيرة، هو منظومة التعليم الفني، وهي جزء من التعليم بشكل أو بآخر. حضرتك شايف الجهود اللي بتتم فيها في الفترة الأخيرة إزاي، خاصة أننا في البعض يتحدث عن رؤية جديدة ومنظور جديد للتعليم الفني، وأنه جزء من التنمية أو جزء رئيسي من التنمية. أنا أعرف أن حضراتكم بعد مراجعة مجلس الشيوخ لقانون هيئة جودة التعليم الفني، ودي هيئة جديدة ستنشأ لمراقبة الجهات أو الإطارات المتعاملة مع التعليم الفني في مصر. هل امتى او امتى هنوصل كصوره ذهنيه مختلفه للتعليم الفني في مصر، وان دايما في بلادنا سواء في الصعيد او في الارياف اللي بيخش دبلوم او بيخش اي ما بعد الاعداديه يعني بقول له سبعه صنايع والبخت ضايع. امتى هنتغلب عن الصوره الذهنيه دي؟ امتى المصطلح ده هينتهي في مصر؟ اشكرك على السؤال ده يا محمود، سؤال مهم جدا ومهم جدا. الصوره الذهنيه تتغير، ويمكن كان في مداخلتي مع السيده المحترمه وزيره الثقافه الدكتوره ايناس عبد الدين اللي بقول لها كل سنه وانت طيبه بالنسبه لشهر رمضان المبارك، قلت لها الثقافه والفنون عليها دور رئيسي كقوه ناعمه في توجيهنا بدون ان نشعر. هنا انا عايز احط الكوره في ملعب السيده وزيره الثقافه. الدراما والفنون والكتاب وبيوت الثقافة وقصور الثقافة يجب أن تغير من نمط تفكيرنا. إحنا مشكلتنا نتعامل مع المهن أو زي ما قلت الدبلومات بشكل غير لائق، برغم إن لا يوجد تطوير في العالم بدون الصناعية المحترفين اللي عندهم ضمير. وانا كنت بقول قبل كده عشان نعيد رفع شعار صنع في مصر بقوه يجب ان نهتم بصناعيه مصر. اللي بقول لهم وبحترمهم وقد كده بقول دور مهم جدا. هنا ياتي دور التعليم الفني. دور التعليم الفني ان نطلع مش بليه اللي مش فاهم، بليه الصنايعي اللي فاهم. في احدى الكتب اللي قريتها عن الاستثمار في التعليم قالوا ان حصل دراسات ان الصنايعي المتعلم يساوي كاستثمار كفلوس بقى اكبر مكنه تشتريها في التكنولوجيا. شوف المكن دوت، لا اقل منه كمان. المتعلم الصنايعي اللي فاهم يفيد اكتر من المكنه ديت. فهو استثمار حقيقي انك تفهمهم وتخليهم عندهم حته الايه؟ الشغف بالعمل ده. هنا دورنا كثقافه وكوعي للمواطن المصري والمواطن العربي بشكل عام مهم جدا. في المهن اللي هي السباكه والنجاره والحداده والخراطه والتمريض، وما ادراك ما التمريض، مهنه مهمه جدا جدا في مجال الصحه. لا تقوم صحه بدون تمريض. طب هل احنا الصوره الذهنيه بتاعتنا تقول لك النهارده في 90% عاوز تخش تمريض؟ لا، انت عاوز تخش عشان انت مجبر عليها. لا ده غلط، المفروض تدخل وانت مؤمن باهميتها. دي صوره ذهنيه يجب ان نغيرها. انت في الاعلام ليك دور، عليك دور مهم جدا في تغيير الصوره الذهنيه دي. النقطة برضه المهمة اللي احنا حاليا بنشوفها في التعليم الفني بقى، حاليا دلوقتي خريج المدرسة الفنية بيجد وظيفته على طول. دي نقطة مهمة جدا جدا. عارف دي معناها ايه يا محمود؟ ارتباطه بالمدارس التكنولوجية والجامعات التكنولوجية. يعني انت كده وفرت له سلك في الجامعة لو عايز يكمل تعليم، وسلك اخر في الوظيفة لو عايز يتوظف بيه. ده مش عيب. انا اتوظف في الصناعة بتاعتي او بالدبلوم بتاعي، مش عيب خالص. العالم كله فيه الكلام ده. طيب، عارف ده معنى ايه يا استاذ محمود؟ ان انا اتخرج النهارده اشتغل بكره، معناه ان سوق العمل متعطشه للمهن دي، ومعناه ان احنا في مصر بدانا نصحى ونفوق النقطه دي، ان سوق العمل محتاج الفنيين والمهنيين والصناعيه. فبدانا نوجه التعليم ليه. طب عشان نعلم بقى بجوده، جت هنا فكره قانون هيئه الضمان والجوده للتعليم الفني اللي احنا يعني تقريبا يعني خلاص بنخلص فيها. فده مهم جدا. يبقى هتضمن تعليم فني ذو جودة عالية، هتضمن خريج مناسب لسوق العمل، هتضمن خريج صنايعي فاهم عارف بيشتغل ازاي، مش بليه اللي مش فاهم، لا بليه اللي فاهم. ده اللي هيغير لك من نمط الحياة الاقتصادية، ده اللي هو يعيد رفع شعار صنع في مصر. والصنايعي يكون بختها مش ضايع. لا، والصنايعي عمرها ما ان شاء الله ما يكون بختها مش ضايع.